حياكم الله. في العالم الافتراضي كل شيء مباح، حتى تجارة السلاح، مجاميع وصفحات خارج إطار القانون، يعرضون ويبيعون ويشترون، يستنزفون الأموال والأرواح ويتركون السلاح المنفلت في كل مكان. خطط أمنية وحملات للداخلية تبدأ بالقبض على المشتبه بهم ولا تنتهي عند تسجيل وشراء الأسلحة. فهل هذه الجهود كافية لجعل السلاح بيد الدولة؟ أم أن الواقع يفرض سيناريو مغاير للغاية في ظل تفشي الجريمة المنظمة كتنظيم عملية شراء المنتوج الوطني التي تحولت إلى إلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاقد والاستهلاك؟ فهل ستساهم هذه الخطوة بدعم اقتصاد العراق؟ أم أن المستورد سيأخذ حقه مضاعف لأن هناك من يحمي تواجده في الأسواق العراقية؟ ملفنا الأول راح يكون عن عمليات المتاجرة بالسلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وراح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سا. ليس من الصعوبة الحصول على قطعة سلاح في العراق، فبمجرد دخولك على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك مشاهدة عملية بيع وشراء الأسلحة بمختلف أنواعها. وراجت هذه التجارة إلى الترويج الإلكتروني بعد حملات ملاحقة ومداهمة متاجر بيع السلاح. بالتأكيد عملية انتشار الأسلحة وأيضا عملية الاتجار بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، هذا دليل على أن هناك أريحية لدى بعض التجار في ممارسة هذه التجارة الممنوعة، وهي حال عملية التجار بالمخدرات، التجار بالأعضاء البشرية وما إلى ذلك. بالتالي نحتاج إلى عملية تهذيب للمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا حتى يعني لا تسهم في تفتيت المجتمع، على اعتبار أن انتشار الأسلحة تسهم في تفتيت المجتمع، وبالتالي عملية النزاعات العشائرية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة، هذا كله نتاج انتشار الأسلحة. مراقبون أمنيون تجارة السلاح في البلاد تقف وراءها شخصيات متنفذة، الأمر الذي يتوجب على الجهات الأمنية مراقبة تلك البيجات للحد من هذه الظاهرة التي تمثل تهديدا أمنيا للمجتمع، مطالبين استمرار التضييق الأمني لكبح المتاجرين بالسلاح بشكل نهائي. قد يكون اليوم الحياة العامة متوترة، وأعتقد الظرف الاجتماعي الذي أخذ طابع الانتقام وبوجود سهولة الوسائل واقتناء الأسلحة بالأسواق المفتوحة، وهذا ما يعكس ضررا في الحياة العامة. لابد أن يكون هنالك جهد حقيقي من الجهات المعنية لمتابعة وغلق هذه المواقع حتى لا يكون هنالك إباحة لاقتناء الأسلحة. ترويج لها حقيقة يعني بهيك مواقع متاحه للجميع وشيء، اعتقد يعني هذا شيء خاطئ، خاصه احنا نعيش مرحله انتقاليه. يعني احنا العراق اليوم صار له 40 سنه اليوم سلاح وحروب وشيء، احنا انتقلنا من وضع الى وضع، نتمنى انه نبتعد عن هاي المظاهر ونحاسبها، ونتمنى انه بيوم اللي نشوف انه العراق خالي من السلاح تماما. تعددت الاسباب والموت واحد، عبارة تجسد ما يشهده العراقيون بسبب السلاح المنفلت الذي بات يشكل الخطر الأكبر على حياة المواطنين، خصوصا المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. ما
محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع الخبير الأمني الأستاذ سرمد البياتي، حياك. أهلا وسهلا. أستاذ سرمد، تجارة السلاح صارت بالعنب بالفيسبوك، سجروبات وبيجات وصفحات، وهذا السعر وهذه القطعة، وتعال نتفق على مكان التسليم. وين وصلنا أستاذ سرمد؟ بداية تحية لكم ولمشاهديكم، وأنا حقيقة يعني أشكر المواضيع اللي دائما تختاريها، يعني مواضيع فعلا تهم المواطن وتهم حياة المواطن. الشكر هو أهم شيء بالوضع العام العراقي، هو حياة المواطن، لأنه للأسف من دا نشوف هذه حوادث القتل، حوادث الانتحار، المشاكل العشائرية، تجار المخدرات، هذول كلهم هذول كانوا قبل ماكو بهالحرية، لكن هذه وسائل التواصل كم مرة احنا تكلمنا بها الناس، يعني هذه مثل مشكلة إذا ما يعني ما استخدمناها بصورة صحيحة. سأبدأ حديثي ب 2018 زرنا الولايات المتحدة الأمريكية، فكان يعني ضمن مش يعني وفد معين، فأحد الأخوة استضافنا يعني فيودينا الولاية فيرجينيا. طيب أنا صحت بي قدام، ففتح الصندوق مال سيارة، يعني نسميها تشيك مشاو الحافظة، فتحها لقيت شايل مسدس، فأني استغربت يعني وين أنا، يعني بأمريكا يعني شنو شايل؟ قلت هاي شلون سامحي لك بهذا السلاح؟ قال هنا أستاذ المناطق البعيدة المتطرفة اللي عندها مزرعة اللي هذه من حقه يقتني مسدس، لكن شلون أسلوبهم؟ قال لي هذا المسدس الدولة تعرف به وناطيني إجازة به ومسجل الدولة، وأي جريمة تصير فورا يستدعوه، يعني معرف معرف. هذه أهم نقطة إحنا زين. إحنا الآن دا نتكلم عن 14 أو 16 مليون قطعة سلاح غير معرفة بالعراق. زين ما شاء الله وصلنا عندنا أجهزة أمنية مثل الأمن الوطني، الاستخبارات، وكالة الاستخبارات، جهاز المخابرات، هذه المواقع دي يقدرون يوصلولها. اليوم أنتوا تفتح شو تريد؟ تريد بندقية، تريد مسدس، تريد أحادية، تريد هذه زين. هذا الشاب اللي اشتغل له فترة ويريد ينفذ جريمة قتل أو شيء، مو صعب عليه السلاح. بالمناسبة قبل سنتين أو ثلاثة دخلت لهاي المواقع، يعني فتكلم وياي واحد قلت له أريد بندقية، زين؟ قال لي طاني أنواع، تريد فلان شيء، تريد فلان شيء، تريد فلان شيء. قلت له والله أنا أريد هاي الروسية على اعتبار. فقال لي إيه، أعتقد قبل 3 سنين أو 4 سنين. قلت له زين شلون توصلها؟ كان عمليات تفتيش قوية أساسا. قال أنت مالك علاقة أخي، إحنا نوصلك ياها الباب البيت. أو هنا السؤال، هذه دوخني بيها سياسية متنفذة تدعم هذه البيجات والصفحات. زين شلون هذا يقدر يوصل ليها للبيت؟ شلون دا يدخل منها السيطرات هاي؟ أنا هسه جيتكم ثلاث سيطرات وقفتني. شلون يقدر يروج لها بالفيسبوك بلا حسيب وبلا رقيب وبلا خوف؟ هذا غير المفروض يكون هنالك عمل راقي جدا في هذا الموضوع. شوفي أنا حتى هاي مواضيع هسه مان دولة تشتري سلاح وهذه، يعني سابقا قلت لك مو ما مقتنع جدا بيها. الدولة ترى من تريد تسحب السلاح تسحبه من المواطن سحب، تقولهم كل بيت بيقطع سلاح واحدة يدافع بيها عن نفسه من السراق من حرامي. وأصلا المفروض إحنا داخل المدن الدولة مسؤولة عن حمايتنا يا ست فرح. أنا ما قاعد بالجزيرة أخاف يجيني لصوص أو يجيني حيوانات سائبة أو من هذا القبيل. بس إحنا دا نخاف أكو أسلحة مو خفيفة دخلت الثقيلة. الثقيلة مؤبد، الثقيلة حكم مؤبد ما بيها مجال. إذا ما يسلمها ما أعتقد القرار حكم مؤبد. المتوسطة يشتروها، بس الثقيلة اللي يلزمون عنده سلاح ثقيل مثل نتكلم عن الأحادية، عن الهاون، عن هذه كلها سجن. الثقيلة هم تستخدم في النزاعات يا أستاذ سرمد، نزاعات عشان تستخدم طبعا. إذن هذول عندهم ومعروف الجهات. الله يخليك. يعني هسه احنا نتكلم، احنا الأخوة الضباط والقيادات والوزراء ليه يزعلون علينا؟ بس هذا واقع حال. يعني اليوم أنا من يطلع لواء كامل أو شيء أو عسكري يفتش منطقة بها شجار أنواع وأشكال الحروب العشائرية، ويجي يلقي لي بندقية صدئة أو مخزنين ما نسلح، شلون تريد تقنعني؟ مو هذه بالليل تصير كوارث، العالم ينقلون
هذا الموضوع حتى الاقليم النقل بالمناسبه، حتى بالاقليم صارت هاي الشغله مع الاسف، يعني صارت عدوى. سلاح منفلت بلا حسيب ولا رقيب. دعني ارحب بالمتحدث باسم اللجنه الدائمه لتنظيم الاسلحه وحصرها بيد الدوله العميد زياد القيسي. حياك الله سياده العميد. سياده العميد، وين وصلت جهود وزاره الداخليه؟ حياكم الله. أهلاً وسهلاً. وين وصلت؟ بمشاهديكم الكرام وبالاستاذ سرمد البياض. حياك الله. أهلاً وسهلاً. وين وصلت جهود وزاره الداخليه بالحد من تجاره السلاح خارج اطار الدوله؟ يعني مثل ما حضرتك تعرف جروبات وبيجات على الفيسبوك وصارت المساله علنيه، هذه القطعه وهذا السعر وتعال نتفق على المكان. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم. الحقيقه هذا الملف هو ملف قديم منذ الحكومات السابقه، لكن بجهود حثيثه من قبل وزاره الداخليه وعلى راسها السيد معالي وزير الداخليه المحترم السيد عبد الامير الشمري والسيد وكيل الوزاره لشؤون الشرطه الفريق عادل الخالدي رئيس اللجنه الدائمه الوطنيه لتنظيم الاسلحه وحصرها بيد الدوله، وبدعم متواصل من القائد العام للقوات المسلحه المحترم الاستاذ محمد الشياع السوداني بدا تفعيل هذه اللجنه منذ استلام ملف وزاره الداخليه من قبل السيد الشمري عبد الامير الشمري. اتخذت اللجنه عده خطوات، الخطوه الاولى هو تنظيم الاسلحه لدى الوزارات المدنيه والامنيه بقاعده معلومات او ما يسمى بنك معلومات. هذا جانب، الجانب الاخر هي سياسه لفتره معينه، يعني سياسه تقريبا 5 سنوات، تستمر هذه ال5 سنوات على مراحل. من هذه المراحل اولا امكانيه تسجيل سلاح شخصي لكل مواطن كحيازه بالمسكن ليكون هنالك تنظيم للاسلحه. هنالك تعاون مع الامانه العامه لمجلس الوزراء عن طريق بوابه الدور الالكترونيه، يستطيع المواطن العراقي الكريم ان يسجل سلاح شخصي وحدا من السلاح الشخصي. طيب. يا اما بندقيه يا اما بندقيه صيد او مسدس، هاي كمرحله اولى. تستمر هاي المرحلة إلى 31/12/2024. سيادة العميد. نعم. سيادة العميد ما تفضل بخطوات نظامية تابعة للدولة، لكن إحنا بدنا نحكي عن السوق السوداء اللي منتشرة على الفيسبوك وعلى المواقع الاجتماعية. إذا أوصل لك الفكرة. أي نعم. إذا اسمحي لي أوصل لك الفكرة. تفضل. وأوصل الفكرة للمشاهدين الكرام. هناك خطوة أخرى هي متابعة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية إلى جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الفيجات التي تروج إلى بيع الأسلحة وإلقاء القبض على المتاجرين وإيذائهم التوقيف وإحالتهم وفق المواد القانونيه المنصوص عليها في قانون الاسلحه رقم 5. زين. هذا جانب، الجانب الاخر عدم تسديد اي اجازه لبيع الاسلحه لمحلات بيع الاسلحه، وكذلك متابعه محلات وغلقها ومصادره الاسلحه للمحلات الغير مجازه، وبالتالي هنالك خطوات مستمره بهذا الموضوع. بالاضافه الى الخطوه اللي اتخذتها وزاره الداخليه من يوم 1/5/2024 وهي امكانيه شراء الاسلحه المتوسطه اللي حددنا انواعها هي الار بي كي والبي كي سي، وحددنا اسعارها اقل سعر 3 مليون واعلى سعر 5 مليون و900. نعم. سيادة العميد، يعني أنت حضرتك قلت أنه هذول أصحاب البيجات رح يلقى القبض عليهم، هل سيزجون بالسجن لو أكو جهات سياسية متنفذة؟ لأنه اليوم المواطن يسأل يقول لك ما لا فد اسمح لي سيادة العميد أكمل سؤالي حتى توصل لك الفكرة واضحة ولك الحق بالإجابة. اليوم المواطن يقول لك ما من غير المنطقي أنه هذه الصفحة تبيع سلاح وتخترق كل السيطرات الأمنية والجهد الاستخباري العالي المستوى في العراق حتى توصل الى 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 من يريد هذا السلاح، يعني المواطن يحمل هذا التساؤل يقول لك شلون يوصل السلاح؟ شلون يعبر هاي السيطره؟ اختي العزيزه، اولا احنا السلاح
المتواجد في البلد ليس بجديد. العراق مر بحروب كثيرة، مر بإرهاصات كثيرة، بوضع أمني سابقا كان الوضع الأمني أجل، وبالتالي أكيد متوفر السلاح. يعني خلي نبدي مثلا بال 2003، ما أريد أرجع للزمن السابق. زين. 2003 كل المكاتب مال الجيش العراقي، مال القوات الأمنية، الأجهزة الأمنية كلها تفرهدت، انباقة، وبالتالي السلاح من انباق وين راح؟ يم فلان ويم المواطن ويمك ويمي، وكل المواطنين عندهم أسلحة. وبالتالي احنا من 2003 لل 2018 ويشاطرني استاذي ومعلمي الاستاذ سرمد البياتي حتى هذا الكلام، نحن من 2003 لل 2018 نقاتل الارهاب. سياده العميد، زين هاي اكثر من 20 سنه من 2003 ولحد هسه. نعم. اي تفضل. طيب. لا تقاطعيني. احنا لل 2018 زين نقاتل الارهاب. طيب. واكو موازي لهذا العمل، موازي القضاء. القضاء العراقي العادل اللي يصدر اثنين على اليف ارهاب للدقه العشائريه. وقانون الاسلحه اللي تم تشريعه، كذلك قانون العراقي للعقوبات 111 في 69، هنالك كان قبض على حامل السلاح الغير مرخص. طيب. لكن نحن نقول انه اول الغيث قطره، القوات الامنيه اليوم تعافت والوضع الامني اليوم مستتب. طيب. وبدات القوات الامنيه تسيطر على جيوب السلاح المنفلت ودخول الاسلحه. طيب. المهربه، وبالتالي اليوم الحدود العراقيه مؤمنه من قبل سياده قوات الحدود. زين سياده العميد، نعم انا اعتذر على مقاطعه حضرتك، ولكن عندي الكثير من الاسئله، المواطن ينتظر الاجابه من حضرتك، لذلك انا مضطره على المقاطعه. سؤالي لحضرتك، هل تتناسب عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة الداخلية مع حجم السلاح المنفلت؟ حضرتك قلت كل الأسلحة انباقت بعد 2003، يعني المواطن يشكل يقول لك عدد السلاح المنفلت كبير وعدد العمليات الأمنية وعمليات التفتيش قليلة. أختي العزيز، أنا وضحت اسم لل 2003، لل 2018 احنا نقاتل الأرهاب. وراها بدأ بناء القوات الأمنية من جديد واستعدادات ودعم لوجستي وحركات سريعة باتجاه تنظيم الأمن وتنظيم الأسلحة وعصرها في الدولة، وبالتالي هنالك كميات كبيرة من الأسلحة تصادرها وزارة الداخلية وتصادرها وزارة الدفاع، كذلك جهاز الأمن الوطني. بالمناسبة نحن نذكر أنه هذه اللجنة ليتعرف المواطن على عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة ممثلة من كافة الدوائر الأمنية والدوائر المساندة. طيب. يعني جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، جهاز مكافحة الإرهاب، كذلك هيئة الحشد الشعبي، وزارة الدفاع، الداخلية، هاي كل القضاء، مجلس القضاء، كذلك السلطة الإعلامية متمثلة بهيئة الإعلام والاتصالات وقناة العراقية، هاي كلها ممثلة بهذه اللجنة. هذه اللجنة اليوم هنالك تدابير لحصر السلاح، هنالك إلقاء قبض على أسلحة بكافة المستويات وأخذها وارد إلى الوزارات. طيب شكرا. اليوم أكو سلاح كثير تم صادقته وإحالة أصحاب السلاح إلى القضاء. نعم شكرا جزيلا، المتحدث باسم اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد زياد القيسي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به. إذن سمعت ما تفضل به سيادة العميد أنه السلاح منفلت والدولة جاي تحاول مع السلطة الإعلامية والجهاز الأمن الوطني والحيج الشعبي، كل هذه قاعدة تحاول لم تتوقع رح ننجح. أنا وياك وبقية مواطنين بسطاء نريد نتائج حقيقية ونتائج سريعة. اليوم احنا من يوصلنا فيديو لمستوى من القتال، قتال معركة، يعني من حقنا أن نخاف على أولادنا، أن نخاف على عشائرنا من هذا القتل. لذلك يعني أنا أرى بأنه مع هذا الوضع يجب أن تكون هنالك لجان تفتيش بصلاحيات عالية جداً،
يعني اليوم من أدخل على بيت وتقولي لي والله هذا سلاح لفلان جهة انطوني اياه، أقول لك هذا السلاح اللي هو لفلان جهة من تنزلين أنت مجازة البيت يبقى بالمسجد. أنت على شنو جايبته وياك؟ هذا أول سؤال نسأله. أنت هذا السلاح يبقى بالمسجد، أنت ما عليك خطورة ببيتك، أنت ماكو داعش أو ماكو، هاي المشكلة. كيف أنه تروحين تلقين سيارات شاي الأسلحة، ثم هذا منح الإجازات بهالكميات المهولة والهذه، هذه همين مو صحيح يا ست فرحيني. لذلك إحنا معهم يد بيد معهم، لكن اللي يريده أنه عمل سريع وحقيقي، لأن المواطن يخاف أنه ممكن أي مشاجرة بالشارع أن تتحول إلى عملية قتل. هذا الدكتور بالمغرب مو قتله والله، يقول لك كسرت على سيارتي وقتله، وذاك الأخ مجرد حوادث بسيطة تؤدي إلى عمليات قتل. لكن لو كان أكو عقوبات، لو نجي نتابع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حد الآن موجودة تبيع أسلحة، يقدرون أكو جهاز الأمن الوطني. سيادة العميد قال لك لجنة الاتصالات وهيئة الإعلام يتعاونون وياهم، يروحون عليهم لبيوتهم. أقول لك ست، كل شيء عندنا بالدولة. خلي أقول لك ست فرح، أنا مرة من المرات صار اتصال معين مع داعشي في 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 الخارج، قلت لهم هذا من دي يتصل؟ انطوني اتصاله بغداد بيمن وبيمن وبيمن. زين، يعني عندهم هاي القابلية. لعد أقول لك على شيء، أكو ناس مقربين من مكتب النائب الفلاني أو شخصية، هاي كارثة أخرى علينا. زين، هذا لا صحفي لا أمني، يروح يستلم السلاح من التصنيع الحربي وياخذ إجازة بدون ما يدفع فلس واحد، وهو مواطن عادي ويمشي بسلاحه بالشارع. زين، هذا زين أهم تكلمت فيه بإحدى القنوات المهمة، واتصلت فيه إحدى النائبات قالت والله يا أستاذ سرمداني ما عندي غير سلاحين، غير جندي اثنين شرطة اثنين حماية، أنا ملاكي 16 لكن ما أطلع بس ويا اثنين، أنتوا ليش تسمحون؟ مو بس هذه، لا أنت هسه تكلمتي على شيء وراح أزعجك ولو أنا لقائي راح يخلص، لكن راح أقول لك الأغرب، قولي مو النائب الحالي، قولي النائب السابق اللي يطلع، طلع مجلس النواب يبقوا له ستة، يبقوا له ستة مسلحين ومكتب وهذا، وواحد منهم لو أقول لك اسمه نايم بلندن عمره صار 90 مثلا 85 سنة، زين هو وغيره وغيره نايمين هنا حماياتهم يمشون معاملات وعندهم أسلحة. أستاذ سرمد بأي وجه حق؟ خرب هاي هاي. إهمال هاي لا مجاملات لو. كلها مجاملات ست فرح، أنا ياش نعرف الوضع العراقي ودي يسمعنا هم يعرف الوضع العراقي، كلها مجاملات. هاي المجاملات ده تسق أرواح الناس. هاي إحنا ندفع الثمن، لأن إحنا ساكتين، هاي مدة نتكلم بالإعلام؟ زين، وين هالقرارات المشددة اللي تصدر اللي ما تخليش هسه احنا مو داء نطلع قنوات، مو حياتنا مهدده، والله لا سلاح نشيل ولا زين. استاذ سرمد، اكو عاملين بالجهات الامنيه لا عندهم سلاح ولا عندهم مسدس وهم يعمل في الاجهزه الامنيه، زين هذا شلون؟ يعني شلون يجي مواطن عادي لانه قريب من النائب الفلاني عنده سلاح ومنتسب في الاجهزه الامنيه ما عنده سلاح؟ الله، تعرفين احنا سوينا خطط سابقا، كنا ضباط، كيف شلون يعني نسحب السلاح من المواطن؟ والله العظيم لو رادوا فعلا يكون عمل حقيقي كل أجهزة الأمنية بالدولة، أنا ما أخصص وزارة الداخلية، والله بستة أشهر هذا بلدك ينظف من السلاح، يعني لو كان إرادة وماكو مجاملة وماكو خوف، ولا يقول لأني والله تابع لفلان، ولا يقول لأني تابع الجهة الفلانية، كل العالم تتعامل سواسية ويبطلون المسؤولين يهدين مسدسات يهدون للعالم وتعال روح سوي لها إجازة. زين، لأن إحنا هدايا ماتنا ثقافتنا مسدس. زين، فلذلك هذا الموضوع يجب أن نوضع لحد، وأنا متأكد بأنه لو اجتمعنا الكل على رأي واحد وعلى قرارات واحدة من السيد القائد العام، أنا متأكد بأنه هذا الموضوع بست شهور ينتهي. كم سنة صارنا نحكي بالموضوع؟ ما وراح يستمر. صح. يعني هسه أنا مثلا كمواطن أريد أخذ قطعة سلاح من الفيسبوك، شنو الإجراءات المفروضة اللي أسوي؟ شو تسوي؟ تاخذين قطعة من الفيسبوك وتروحين تقدمين لهذه على مود تسوي، تحصلي موافقة الوزير على مود يطوش رخصة بها إجازة حمل أو حيازة أو حمل، عادي يفحصون يشوفون رقم ليكون مسروقة أو شيء أو هذه، من يشوفوا أنه لا مسروقة ولا هذه هذه. زين، انت مو هاي الدخين بالاكو اسلحه بعدها بالباكيت، هاي مين دخلت؟ روح دوره من المنافذ الحدوديه. سبقتني هو هنا السؤال، إيه من غير المنطقي اللي عنده سلاح يروح يبيع سلاحه؟ يعني هاي اسلحه جديده دخلت البلد. طبعا. طيب سياده العميد يقول احنا ضابطين، لا 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 لا، شغل من المنافذ الحدوديه سيد فرح. شوفي، مخدرات الاسلحه، اول ما نبدي
أو في الداخلية أول ما يبدي بالمنافذ الحدودية وقوات الحدود والقطعات اللي موجودة على طول حدود العراق، نبدي من هناك التطهير. خلي ببالش شلون يدخل، ما أنا قلت ما أنت تقول لي مسدسات بالباكيت. هسه خابري اليوم واحد من اخوتك اهل يقول ما يريد لي مسدس، وخابري تدخلي بهاي المواقع يجيبوا لك اياه بالباكيت، مو مال الدوله، مين طاب غير مرخص ولا هم انت تروحين ترخصي. زين هسه سؤال لحضرتك باعتباره خبير امني، وبصراحه انت مقتنع بهذه الحمله 5 سنوات؟ أنا قلت السابقة مو يزعلون عليه، أنا بالنسبة لي ما مقتنع، أنا مقتنع بأنه الدولة السلطة تسحب السلاح من المواطن. 5 سنوات هواية، يعني 5 سنوات على ما يلمون كل الأسلحة، راح تدخل أسلحة جديدة من المنافذ الحدودية، وكل شيء ما راح نسوي. أنتِ راح تبقين تدزين علي فيش برامج تأذيني بيها، مو أنقهر والله أنقهر. والله حقك. والله حقك. يعني 5 سنوات. يعني آني الوضع مؤسف. إحنا نخاف على عوائلنا، نخاف على وضعنا. هاي عمليات الاغتيال اللي تصير، هاي المشاجرات هذه، ما دولة إذا تريد فورا صدر أوامر تقول له منا آني 6 أشهر ما يبقى سلاح واحد منفلت، والله يقومون بعمليات تفتيش وقوية وكلها يجون بيها، يعني يجي وياك عنصر مخابرات، عنصر أمن وطني، استخبارات عسكرية، مخابرات، لجنة كاملة وحشد شعبي وياهم، أمن الحشد، على مود يقول له آني بالحشد يقول له تعال تفضل طيني سلاحك. زين منطقة البتاوين مو نظفوها من قرروا تتنظف منطقة البتاوين؟ نظفت له لا. زين نظفت له لا. السؤال ليش هذا ما يقدرون يسيطرون على هذا المنطقة؟ ما أعرف، يبدو أنهم ما قالوا أنه أكو هناك معارضة معينة، أكو هناك مجاملات معينة، يعني الداخلية تحاول مجاملة تعمل على مجموعة أشخاص، فلان يجامل فلان، بس اليوم أكو احنا نحكي على نطاق واسع. أكو خوف من ترى؟ من ما؟ أكو خوف معين، شنو لحد من هذا الخوف؟ طبعاً ليش أسوى اللي يوقف بالسيطرة والهادي عنده كل الصلاحيات؟ لا ست فرح، لا مو كل الصلاحيات لهم، تجي سيارة مضللة حرام ولا يقدر يفتح ولا يقدر يفتشها، مع يعني العلم هسه صدر لهم قرار. السلاح المنفلح المنفلت يعني هسه هذا بعدم إرادة سياسية، من ثم أنا أقول لك هم مو أصدروا قرار بعدم تضليل السيارة وتفتيش السيارات. وشنو هسه النتيجة؟ السيارات المضللة جاي تحمل سلاح منفلت وما حد قاعد يقدر يسيطر على الأمن. من يقدر يفتشها؟ يعني اكو سباع من ابطال القوات الامنيه الداخليه، اكو سباع يقول له وقف وافتح الباب. يعني هسه السيارات المضلله بعدها موجوده، وكل القرارات فيما يتعلق بتضليل السيارات كانت حبر على ورق. هسه ترى حتى التضليل يعني هسه هم يضللون وهذه، لكن هو مشكله يعني التضليل. بالعكس والله انا هسه ورا ما شفت الحر مالتنا اقول هاي الامارات مو تضلل، بس ما عندهم سلاح هذولاك، احنا المشكله اذا ضللين تعبرين سلاح. بالضبط. اي هاي المشكله. هسه انت عندك الوضع العراقي غير مستقر. اي صح. هسه مستقر من جانب الدوله لكن غير مستقر من جانب المواطنين. صح. عمي احنا واصلين مرحله الدليفري يختال بالشارع. كل حوادث الاغتيال يعني ما طارت. يعني سيارات مضللة. زين ذاك اليوم قبل ما يخلص دقاء مو قالوا ذاك اليوم ذكروا بأنه الماطورات الدليفري راح يكون لونها أصفر مميز. والله على مود نعرفها. ماكو شو لحد الآن. لحد الآن. ليش هذا والله من يفوت من يمي الطاير ما تعرفين هذا ما تعرفين على غفلة ولا انجر لك مسدس وضرب. شنو أغرب حالة سمعتها عن شراء الأسلحة؟ واي والله هو أغرب وحدة يعني وحدة بقيت متفاجئ بها وباختصار. لا والله قصص واي يعني عن شراء الأسلحة. أي. لا واي يعني خاصة مثلا بنادق الصيد أو هذا اللي عارض دبابة للبيع يعني هذا أقواهم والله. نعم شكرا جزيلا الخبير الأمني سرمد البياتي، حياك شكرا الله. شكرا جزيلا شكرا. على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا ملاتنا الثاني راح يكون عن قرار المجلس الوزاري للاقتصاد بإلزام الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطني، ورح نفتحه وياكم باستطلاع من خبراء ومختصين. قرار الحكومة بشراء المنتج الوطني يعني هو دعم للصناعة الوطنية وأيضاً غلق باب من أبواب الفساد أو تضييق ذلك الباب. أعتقد أنها خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح لدعم المنتج الوطني وتنشيط قطاع الصناعة في العراق الذي عانى من مشاكل حقيقية بسبب عمليات الاستيراد العشوائية والكثيرة جداً من العديد من الدول المجاورة والدول الأخرى، وبالتالي أثر على قطاع مهم جداً وحيوي وهو القطاع الصناعي في البلاد. تأتي هذه القرارات ضمن دعم الاقتصاد العراقي خصوصاً قطاع الزراعة، وقطاع الزراعة مرتبط
ارتباط مباشر بالموارد المائية، بالتالي تحتاج إلى هذه القرارات إلى إرادة حقيقية من قبل الحكومة. أول خطوة في رحلة الاكتفاء الذاتي والاقتدار الاقتصادي هي الاعتماد على الموارد والصناعات المحلية، وهذه مشكلة أساسية اليوم في العراق، أنه يعتمد في كل شيء على الاستيراد الخارجي، لذلك أنه دعم المنتوج الوطني بل إلزام المؤسسات التعامل بالمنتوج الوطني، وهذا قرار يصب في صالح الاقتصاد العراقي وبناء الدولة الجديدة. محور حديثنا في ملفنا الثاني راح يكون مع الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء القصير. حياك الله أستاذ علاء. أهلا وسهلا. المجلس الوزاري للاقتصاد يلزم الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطني. سؤالي لحضرتك، ما مدى التزام المؤسسات بهذا القرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية التحية لحضرتك وكادر القناة. يعني أعتقد هذا القرار هو قرار جديد قديم، خلينا نسميه يعني نعم. يعني حتى قبل 2003 كان هذا القرار موجود أيضا، أنه يعني دعم الصناعة الوطنية من خلال إعلام كل الدوائر العراقية الراغبة بالاستيراد عليها أن يعني تفاتح جميع الدوائر الصناعية أو الدوائر المنتجة لمثيلاتها من الاستيرادات، ومتى ما تم يعني الاعتذار عن توفير مثل هكذا مواد فبالتالي على الدوائر أن تقوم بالاستيراد بشكل مباشر. طيب هذا الأمر في الوقت الحاضر، يعني احنا نسمع يعني من خلال خبرة يعني الصناعة والتصنيع العسكري فترة تزيد عن 40 سنة، يعني كانت هذه المعطيات يعني تشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي دعم القطاع الخاص في هذه الحالة ودعم الدوائر الصناعية التي كانت لها بصمة، وخصوصا في الإنتاج الميكانيكي والإنتاج الإلكتروني وكثير من المنتجات اللي أعتقد توقفت في الفترة الأخيرة بعد 2003 إذا ما تم إزالتها بالكامل. نعم. فبقت الصناعة العراقية صناعة يعني أعتبرها صناعة فقيرة لا يمكن الاعتماد عليها. أتحدث عن الجانب الحكومي، هو هنا السؤال. حضرتك تقول ما ممكن الاعتماد عليها، هل ستغطي كل ما تحتاجه المؤسسات الحكومية؟ يستحيل. اليوم العراق الاستيراد به مفتوح، يعني خلينا نكون بصريح العبارة، بدءا من علاج الأطفال هذا اللي يستورد العراق بحدود 20 مليون دولار سنوياً. علاج بعشرين مليون دولار سنوياً، يعني إلى الأجهزة أو المعدات الكمالية وكل ما له علاقة بأعياد الميلاد، واللي أنا أعتقد يعني أصبحت كاهل على الدولة يعني في مسألة الاستيراد. أما إذا أردنا نتحدث عن هو هل الدولة قادرة أو شركات الدولة والقطاع الحكومي القطاع العام قادر على تنفيذ و توجيه صناعته لتغطية حاجة البلد، أجواب طبعا أجواب سلبي، لا يمكن تلبية كل الحاجات ولا حتى 20% من حاجة البلد. يعني شلون المجلس الوزاري أصدر هذا القرار وهو يعرف أنه ما ممكن تغطية ما تحتاج المؤسسات الحكومية؟ والله أنا أعتقد ذر الرماد يعني على العيون، لأنه هم يعرفون كل زين أنه الصناعة العراقية صناعة يعني صناعة مكبلة، والصناعة العراقية اليوم صناعة يعني ما أصبحت يعني بالشكل المطلوب كصناعة مثل ما كانت سابقا. يعني العراق كان سباق في صناعات الكهربائية والميكانيكية وحتى على مستوى الإلكترونيات والحاسبات، اليوم هذه كلها اختفت. هناك نعم هناك نوع من يعني ما يتعلق بالزيوت النباتية أو في يعني مجالات الغذاء ممكن أن يكون له دور. حضرتك وصفت الصناعة بالمكبلة، منو كبل الصناعة العراقية والمصلحة يعني منو أن تبقى مكبلة؟ من له رغبة أن يكون للعراق دور كبير في الاستيراد؟ وهسه احنا وصلنا لهاي المرحلة، وصلناها وعبرناها، مو بس وصلنا. من له المصلحة في جعل العراق فقير صناعي؟ يعني أنا ما أريد أدخل في الجانب السياسي ولا أريد أدخل في من له يعني له اليد الطولة في هذه المسألة، لكن أعتقد
كل الأجهزة التنفيذية اليوم هي مسؤولة عن هذا الأمر. يعني ما أقدر أخصص جهة واحدة وأقول هذه الجهة هي المسؤولة، ما أقدر أقول وزارة الصناعة ولا أقدر أقول وزارة الزراعة، لأنه أيضا وزارة الزراعة ووزارة الصناعة وحتى وزارة التجارة يعني تكاد يعني أيديها مكبلة فيما يتعلق. يعني أستاذ علاء، إحنا نستورد الدمبوس، دمبوس إحنا ما نقدر نصنع فيه مصانع إحنا، ولا نقدر نمتص القوة العاطلة عن العمل، ولا نقدر أصلا نتحرك. هل من الممكن أن نغطي ما تحتاجه مؤسسات الدولة بهذه الصناعة؟ هي المشكلة يعني كان الأولى التفكير بالصناعة. إحنا مو فقط إحنا عندنا صناعة وعندنا تصنيع، يعني أكو فرق بين الصناعة والتصنيع. زين. يعني التصنيع من الصناعة، يعني أنا أصنع من شيء يعني. زين. فالمشكلة هنا اليوم البلد يخرج يعني موظفين، يعني طلاب جامعات مئات الآلاف سنويا، وبالتالي أصبحت هذه اليد العاملة يعني عبء كبير على الدولة. يعني إذا ما قررنا أنه الدولة اليوم خالية من المصانع وخالية من المنشآت وخالية من كل ما إلى علاقة بالتصنيع، وبالتالي هذه مشكلة، يعني مشكلة البلد اليوم. لا بس هي مو مشكلة أستاذ علاء، لو تفعل القطاع الخاص بطريقة صحيحة كل هذول ممكن أنت تستوعبهم ويكونون فائدة للبلد مو عبء عليهم. لا خلينا نكون صريحين، ما البلد اليوم يتخرج 600,000 موظف، أنا أعتبره مو خريج كلية، يعني لأنه كلياتنا الأهلية والحكومية اليوم كلها تخرج موظفين، ما تخرج لا تخرج يعني إلا ما ندر فنيين، وما تخرج إلا ما ندر من الأطباء. أستاذ علاء ما ينفعك دورات خياطة للنساء، دورات علاقة للرياجيل، مصانع مال ألبان، مصانع أجبان، يعني إحنا اليوم عندنا يعني إحنا ثروة يد عاملة في العراق. يعني أنا يعني كان عندنا لقاءات ويا السيد يعني كان وزير صناعة السيد رئيس وزراء، وكان مع الأستاذ نوري المالكي ومع كثير من المسؤولين، يعني من خلال عملي كمستشار بالدولة، يعني مستشار اقتصادي في الدولة. يعني الاهتمام اليوم يعني الاهتمام بالشخصيات اللي كان لها تأثير ولها موقع مهم وممتاز في الصناعة العراقية، هذول كلهم اليوم مهملين وكلهم يعني خارج العملية التصنيعية، خصوصا موظفي التصنيع العسكري اليوم اللي ده يدفع لهم رواتب وهم بلا عمل. استثمار الطاقات يعني استثمار العقل في مجال الصناعة اليوم مطلوب. نعم. طيب اسمح لي أن أرحب بالمتحدث الرسمي لوزارة الصناعة أستاذ ضحى الجبوري، حياك الله أستاذ ضحى. ما مدى إقبال؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مية هلا. ما مدى إقبال مؤسسات الدولة على التعاقد مع المنتج الوطني في مصانع وزاراتكم؟ هل النسبة كافية أم نحتاج لزيادتها؟ أكيد لدى وزارة الصناعة والمعادن منتجات كثيرة، وهناك تعاون كبير مع مؤسسات الدولة في تجهيزهم بمنتجات وزارة الصناعة والمعادن، منها محولات التوزيع ومحولات القدرة. هاي المحولات اللي تنتجها شركة ديالة العامة بمختلف السعات، وهاي المحولات تنتج بأيادي عراقية 100% من أصغر جزء في المحولة، إضافة إلى تجهيز المقاييس الكهربائية والقابلوات الكهربائية اللي تنتجها شركة أور العامة. هذه المنتجات تجهز إلى وزارة الكهرباء، إضافة إلى السمنت الذي ينتج في معامل السمنت التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن في مختلف المحافظات الجنوبية والشمالية. منتج السمنت الذي ينتج في المعامل لدى الوزارة يمتاز بالجودة العالية، وهناك إقبال كبير من قبل المواطن على السمنت العراقي لأنه يمتاز بالجودة وبشهادة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كأفضل منتج سمنت في المنطقة، إضافة إلى منتجات أخرى تنتجها وزارة الصناعة والمعادن، منها سماد الداب وسماد اليوريا الذي يجهز كامل الإنتاج وبشكل يومي إلى وزارة الزراعة وحسب الخطة الزراعية، إضافة إلى المرشات الزراعية وأقتام التسييل التي تجهز إلى أغلب المؤسسات الحكومية، غاز الأكسجين. طيب. هناك عدد كبير من المنتجات، لكن هناك شق آخر في وزارة الصناعة والمعادن من يمكن أن نتحدث به، وهو حماية المنتج العراقي الذي يمنح هذا الحماية للمنتج العراقي من قبل دائرة التطوير والتنظيم الصناعي قسم حماية المنتجات العراقية. هناك طلبات تأتي إلى وزارة الصناعة والمعادن تقدم إلى الوزارة
من قبل شركات قطاع خاص أو شركات تابعة إلى الوزارة لحماية المنتج حسب قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 سنة 2010. صدحة المجلس الوزاري للاقتصاد يلزم الجهات الحكومية بشراء المنتج الوطني. طيب اليوم احنا عندنا كفاية من المنتج الوطني بتنوع وتوفيره للجهات الحكومية؟ نعم، هذا القرار مثل ما ذكرت لحضرتك هو يختص بحماية المنتجات العراقية، مثل ما ذكرت انه تقدم طلبات لدى وزارة الصناعة والمعادن عن طريق دائرة التطوير والتنظيم الصناعي حسب قانون حماية المنتج. هذه الطلبات مثل تم تقديم طلب من احدى شركات القطاع الخاص لحمايه منتج المحطات الثانويه، وكان هذا القرار لهذا المنتج ولمنتج اختام التسييل الذي تم تقديم طلب للحمايه له من قبل شركه الزوراء العامه احدى شركات وزاره الصناعه والمعادن. اختام التسييل هذا المنتج يستخدم من قبل الجهات الحكوميه كهرباء، دفاع، زراعات، داخليه، الجمارك، وتوجد دراسة جدوى لهذا المنتوج وأنه ممكن أن يغطي جزء من السوق فيرفع إلى معالي السيد الوزير ليتم المصادقة عليه، وبعدها يرفع إلى مجلس الوزراء ليتم إقرار الحماية لهذا المنتج. طيب وتم إقرار أكثر من 100 قرار لمنتج لغاية الآن من قبل وزارة الصناعة والمعادن. نعم، شكرا جزيلا. المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة الست ضحى الجبوري، حياك الله، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا اليوم أستاذ علاء عندنا قوانين لحماية المنتج الوطني والأمور على ما يبدو طيبة كما تفضلت بها ست ضحى، هل أنت متفائل؟ أنت متفائل بصراحة؟ لأنه ست ضحى هسه سوت لك الوضع جيد. طبعا تحياتي للست ضحى، الوضع لا يدعو للقلق. يعني تحياتنا لأخ ضحى وتحياتي للسيد الوزير المحترم أيضا. احنا ما يعني ما نريد يعني خلينا متفائلين فيما يتعلق ب الانتاج الصناعي او الانتاج اللي تقوم به وزارة الصناعة والمعادن بالوقت الحاضر، لكن اقول يعني كل ما تتحدثت به الست ضحى وكل ما تتحدث به الاخوه في وزارة الصناعة، يعني الانتاج الوطني اليوم بالوقت الحاضر على يعني على الحركة الاقتصادية داخل البلد والحركة الصناعية داخل البلد ما يغطي أكثر من 20 إلى 25%. مو أول الغيث. خلينا لا بأس، خلينا ندعم هاي 20-25%. نعم. لكن ثقافة المجتمع فيما يتعلق بقبول المنتج العراقي بالوقت الحاضر يعني هذه ضعيفة جدا، لأنه خلينا نعطي مثال بسيط. البيض العراقي اليوم من نزل للسوق بوقته منعوا الاستيراد. طيب. نزل البيض العراقي ب 5000 دينار وكان البيض الأجنبي ينباع بأربعة وأربعة ونص وحتى وصل لستة. لكن أنا حتى أحمي منتوجي وأدعم المنتج العراقي رحنا وتحركنا على البيض العراقي، لكن بعد فترة البيض العراقي صار أعلى من البيض. هنا السؤال، ليش المستورد يعني عليه تخفيضات؟ هنا أنا خلي هذا مثال بسيط جدا. أنا أقول شيء واحد ست العزيزة للأخوة في وزارة الصناعة وللسيد وزير الصناعة ولكل العاملين في مجال الصناعة، دولة بلا صناعات ثقيلة لا صناعة فيها. الصناعات الثقيلة اليوم يعني هي اللي تغطي كل ما إلى علاقة بالمعامل الصغيرة اللي بالإمكان نجاحها وبالإمكان إنتاجها لكل ما تحتاجه وزارة الصناعة. يعني نحتاج المسابك، نحتاج المسابك الحديدية، نحتاج المصاهر، نحتاج يعني حتى الريفاينريز. شنو مشكلتنا من أسس هذه المصانع أو نحييها من جديد؟ يعني شو منتظرين؟ نحن نتحدث بالنقاط التي تتفضل بها من سنوات، وين التطبيق على أرض الواقع؟ هو يعني اليوم احنا وصلونا أو وصل المواطن العراقي أو وصل يعني خلينا نقول الشعب العراقي بكامله وصل أنه يريد يكتفي من ناحية الغذاء، ولهذا تفكيره دائما بالحصة التموينية، وتأخرت الحصة التموينية وجدتي ومرتين وضاعفه وكذا. وزارة التجارة قررت أنه تنتج أو تحيي معامل إنتاج الزيوت النباتية حتى يكون المنتج الوطني يغطي حاجة المواطن بالحصة التموينية من الزيت ومن السكر، لكن العملية ما طولت أكثر من شهر أو شهرين وبالتالي توقفت ورجع العراق يستورد.
فاحنا مشكلتنا بال مو هي هنا استاذ علاء، احنا ليش نبدا بليفل عالي وبعدين كل شيء ينتهي وكانما شيئا لم يكن؟ هو هذا شيء مهم كلش هواي. يعني احنا صناعتنا تفضلت الضحى فيما يتعلق بالكيبلات وبالمحولات والى اخره. يعني اليوم انا من انزل للسوق، او المواطن العراقي من يريد ينزل للسوق وفعلا يريد يشوف اكو انتاج عراقي، يشوف اكو مولدات او محولات وهو بحاجه لها. زين؟ لكن هذه معدومه بالسوق اليوم. العراقي يريد يشوف مثل ما كان يشوف التلفزيون، ومثل ما كان يشوف الطباخ سابقا، ومثل ما كان يشوف الحاسب العراقيه لكن اليوم يعني الحديث فقط عن المنتج الوطني وحمايه المنتج الوطني، لكن من انزل للسوق ما القي 1% مقارنه بالمستورد اليوم من الخارج. بيكون ما له علاقه بالصناعه. السؤال الاخير لانه وقتي انتهى، تتوقع ان تنتعش الصناعه العراقيه وباقل من دقيقه؟ اذا كان الدعم للصناعه العراقيه من الاخوه في الاجهزه التنفيذيه كافي أن تقوم الصناعة وترجع الصناعة إلى سابق عهدها، لا زال العقل العراقي، لا زال العقل الصناعي العراقي، لا زالت الخبرة، لا زالت الإمكانيات متوفرة بالكامل لأن يعود العراق صناعياً من الدول الرائدة في الإنتاج والتصنيع. شكراً جزيلاً الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء القصير، شكراً جزيلاً على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. قبل أن ننتقل وياكم إلى المجلس المحلي، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول لقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع السفيرة الأمريكية لهذا اليوم بعد تصريحات صدرت بحقه من نائب في الكونغرس الأمريكي. لنتابع. ننتقل الآن بكم إلى الموجز الخبري. مستشار رئيس الوزراء حسين فلامرز يؤكد مضي الحكومة باستثمار طاقات الشباب ضمن الرؤية المستقبلية للدولة. وزير الداخلية يوجه بالاستعداد لتأمين طقوس شهر محرم الحرام والزيارة الأربعينية. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن مقتل 140 إرهابياً على مستويات قيادية مختلفة خلال العامين الماضيين. هيئة النزاهة تعلن صدور 35 أمر قبض واستخدام بحق 33 من الدرجات العليا خلال شهر آيار. العدل تعلن إطلاق سراح 562 نزيلاً ونزيلة في الأقسام السجنية ببغداد والمحافظات خلال حزيران الماضي. الحصاد انتهى، شكراً على كرم المتابعة وتصبحون على خير.